صحي بدري غسلتي وشي اخذتي حكتي ومسرحتي شعري الفطار مش مهمة عندي خلي بالك يا أمي وجبة الفطور هتساعدك تبقى شطور مركز نشيط عالسور اشرب اللبن كوباية طعميايا أو بضايا معهم حتة جبناية وكمان ممكن صبرايا ميل الفاكهة والخضار مهمين على الفطار نظم أكلك مظبوط هتلاقي نفسك مبسوط افطر فطار لذيذ تلاقي جسمك متين قصد العقل السليم دايما في الجسم السليم.